تعليمات عادة بتكون بوزارة التربية والتعليم، وهذه التعليمات هي التي تحدد كيفية وعملية رفع الأسعار. بمعنى لا تستطيع المدرسة اعتباطيا أن تقوم بزيادة السقوف السعرية للأقساط السنوية للسنة الجديدة. بالتالي في لجنة خاصة موجودة في وزارة التربية والتعليم، وهذه اللجنة لجنة الرسوم الدراسية تقدم إليها طلبات من المدارس، وعادة تقدم الطلبات في الفترة من بداية السنة وحتى 24 من كل عام من السنة الشمسية. وهذه الطلبات عادة تنظرها اللجنة المختصة في وزارة التربية والتعليم وتحدد على ضوءها هل تمنح المدرسة الموافقة على رفع الأقساط السنوية أم لا تمنحها، بناء طبعا هذا بيستند على مبررات معينة، ومن ضمن طبعا هذه المبررات التوسعة المدرسية، كيفية زيادة الكوادر التعليمية أو رواتب الكوادر التعليمية الموجودة لديها حتى لا تنتقل هذه الكوادر إلى مدارس أخرى. إضافة إذا كان في راح تأخذ اللجنة بمعدل التضخم، بسموه معدل التضخم للسنة السابقة، وذلك بناء على دراسة تصدرها دائرة الإحصاءات أو أرقام تصدرها دائرة الإحصاءات العامة. بناء على كل هذه المعطيات تقوم اللجنة، لجنة دراسة هذه الطلبات وهي لجنة الرسوم الدراسية، بإصدار أما موافقة أو عدم موافقة.